الإنسان أولاً، هكذا هو عنوان إدارة السعودية لأزمة كورونا. خادم الحرمين الشريفين أمر بتقديم العلاج للجميع من فيروس كورونا في جميع المستشفيات العامة والخاصة للمواطنين والمقيمين وحتى مخالف نظام الإقامة بدون أي تبعات قانونية. شفافية ووضوح وإجراءات احترازية بدأت مبكراً، تبعتها جهود وزارة الصحة التي خففت من آثار الوباء، عكست تحكماً في آثار ضربات الفيروس. من بداية الأزمة في الحقيقة المملكة اتخذت مواقف جريئة جداً، لم تنتظر أي توجيهات من منظمة الصحة العالمية أو أي منظمات أخرى، بادرت بإغلاق العمرة، منع الصلوات في المساجد، إيقاف الرحلات الدولية، إيقاف المدارس، منع مثلا التجمعات الرياضية. كان هناك إجراءات قوية جدا وصارمة، كانت المملكة أعطت رسالة للجميع أن صحة المواطن أولا، وفعلا حتى هذا اليوم لازلنا نشعر بهذا الشعور ولازلنا نعيش هذه التجربة. تضافرت جهود الوزارة السعودية بلا استثناء، توقفت أنشطة كثيرة ولم تتوقف تنفيذ خطة الطوارئ كوزارة التعليم التي بدأت في التخطيط لمرحلة التعليم الإلكتروني وحتى قبل إعلان أول إصابة لفيروس كورونا في السعودية. منذ شهر فبراير وقبل الإعلان عن أي حالة إصابة كانت وزارة التعليم تخطط للأسوأ وتتفائل بالأفضل. هذا التخطيط ساهم في مواجهة العديد من التحديات التي ظهرت في المرحلة التي تلتها. توجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ومختلف الجهات الحكومية عملت خلال هذه الجائحة كفريق عمل واحد، بفضل من الله استطعنا أن نتجاوز هذه الأزمة وأن نحد من آثارها ومخاطرها ومخاطر تفشيها بحزمة كبيرة الحقيقة من المبادرات التي كان لها الأثر الملموس على الصعيد الداخلي وكذلك على الصعيد الخارجي من خلال عدد الحقيقة من ردود الأفعال الطيبة والإشادات التي أتت من الخارج. 142 مبادرة حكومية قدمتها السعودية للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية جراء تداعيات فيروس كورونا. إذا نظرنا إلى انعكاسات هذه المبادرات على سوق العمل سنجد ذلك جليا من خلال أرقام، ولعلنا إذا شاهدنا مثلا على سبيل المثال تقرير هيئة الإحصاء وكذلك ما يخرج من أرقام من المؤسسة العامة للتنمية الاجتماعية نجد أننا بفضل الله حافظنا على وظائف السعوديين من خلال هذه الحزمة الكبيرة من المبادرات، ولازلنا حقيقة لازلنا في العمل على هذه المبادرات وعلى مبادرات أخرى إن شاء الله قادمة للحفاظ على مكتسباتنا الوطنية. نحن نعمل سويا وبالشراكة مع القطاع الخاص في سبيل تنمية سوق العمل وتأهيل أبنائنا والحفاظ على وظائفهم، وهذا أمر في غاية الأهمية والوزارة تعمل عليه جاهدة وتأخذ الأمر بجدية. السعودية التي ضربت أروع الأمثلة في التعامل مع هذا الوباء بكفاءة واقتدار، والنتيجة تدني لعدد الإصابات والوفيات. في الحقيقة السعودية من دواعي الفخر أنها الآن تعيد تجربة سابقة. السعودية تعلمت درس قاسي جدا من فيروس كورونا الميرس الأول الذي تقريبا ضرب المملكة وأثر فيها عام 2012، ولازال الآن ترصد له بعض الحالات، ولكن لله الحمد التجربة السابقة مع فيروس ميرس الأول أعطتنا دروس مهمة جدا استفدنا منها في هذه التجربة. فكل الذي طبقته المملكة في هذه الفترة إنما هو كان انعكاس عن دروس سابقة. سبقنا العالم كله في المبادرة في مثلا العزل، سبقنا العالم في استخدام مثلا المضادات الحيوية للعلاج، في مثلا مضادات الحساسية، في مثلا الأدوية التي تعزز المناعة. سبقنا العالم في العديد من الجوانب، ولله الحمد بفضل تجربتنا السابقة وتعلمنا من هذه التجربة، ونتمنى إن شاء الله ألا تتكرر، يعني في ألا يأتينا جائحة أخرى في قادم الأيام. تعاملت السعودية مع هذه الأزمة باحترافية عالية جدا مقارنة بباقي الدول، فحتى وصلت معدلات الوفيات في بعض الدول إلى 13 إلى 14، ومعدل الوفيات في السعودية كان واحد، هو الأقل بين مجموعة 20.
كل الإجراءات اللي اتخذتها المملكة كانت بناء على جاهزيتها وتدريباتها مسبقا لدعم النظام الصحي في حالة حدوث طوارئ صحية. وهكذا تعاملت السعودية بحزم مع هذا الوباء الذي ضرب الكرة الأرضية، لتفخر السعودية بأبنائها وبناتها من الجيش الأبيض الذين قاتلوا ولا يزالون يقاتلون في سبيل مكافحة هذا الفيروس. خلف الخلف، MBC